حمزة نار الشهيد و12 إصابة حتى الآن في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. جيش الاحتلال حتى الآن نستطيع التأكيد بأن هناك مئات من حالات الاعتقال وأيضا حالات الاستجواب والتحقيق الميداني التي يقوم بها ضباط المخابرات في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. بكل الأحوال دمار كبير وكأن زلزال أصاب مخيم طول كرم جراء الذي قامت به قوات الاحتلال من هدم لمنازل، من تدمير للبنية التحتية، الشوارع الرئيسية، كافة المناطق في كل زقاق وفي كل حي في داخل المخيم. هناك عمليات تجري لجيش الاحتلال من خلال اقتحام منازل، البحث عن أسلحة، البحث عن أموال كما تقول إسرائيل، وأن عملياتها متواصلة منذ قرابة 31 ساعة حتى الآن، وهذه العملية تتواصل وتزيد حدتها بصورة واضحة. قبل قليل الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأن القوات الإسرائيلية داخل المخيم منعت طواقمهم من الوصول إلى حالة ولادة داخل مخيم طول كرم، وأن هناك حديث عن وجود إصابتين لشابين فلسطينيين. يجري التنسيق في هذه اللحظات لمحاولة الوصول إلى هذه الحالات، ولكن يصر الجيش لعدم إدخال الهلال الأحمر أو الإسعاف الفلسطيني إلى داخل مخيم طول كرم لإجلاء حالات الإصابة. كذلك الحال يعني في مدينة رام الله والبيرة، كانت طواقم الجمعية جمعية الهلال الأحمر تتحدث عن 6 مصابين بالرصاص الحي في إصابات كانت وقعت في مخيم الأمعري قرب مدينتي رام الله والبيرة. وأيضا نتحدث عن حالة يعني من الاعتقالات التي زادت بصورة واضحة وتزيد في كل يوم، نلحظ بأن حالات الاعتقال تزيد. أول أمس كان هناك 55 معتقل، يوم أمس 45، وقبله 55 معتقل، بمعنى أن عمليات الاعتقال تزيد في الضفة الغربية، وعمليات الاستدعاءات أيضا التي لا يتم التبليغ عنها بصورة كاملة وواضحة من قبل الفلسطينيين، يعني تجاوزت آلاف حالات الاستدعاء إلى مقرات المخابرات الإسرائيلية. سينار، في كل منطقة فلسطينية، في كل مدينة فلسطينية هناك ضابط أفرزته الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وظيفته متابعة كل شيء يجري في المنطقة، معه قوة من الجيش تبدأ عملياتها بصورة كاملة. إذا لم تجد مطلوبا، لم تستطع اعتقاله، فإنها تعتقل شقيقته أو تعتقل والدته، تعتقل كل أفراد العائلة، شريطة أن يسلم نفسه يتم الإفراج عن ذويه. بكل الأحوال هذه ممارسات تصنفها كثير من المؤسسات الحقوقية بأنها عقوبات جماعية تطال الفلسطينيين، ولكن نتحدث أيضا في مناطق شمال الضفة الغربية هناك تواجد مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك دفع أيضا بوحدات وكتائب إضافية في الضفة الغربية لجيش الاحتلال. وأيضا يعني ما يزيد التعقيد في الضفة الغربية هو التواصل بين المدن والقرى. على سبيل المثال إذا أردت التوجه الآن نحو طول كرم فإن ذلك سيستغرق ساعات فعليا على وجه التحديد، هذا طبعا إذا لم يصادفنا أي من الحواجز، ولكن على الأرض هناك عشرات الحواجز ممتدة من وسط الضفة الغربية إلى شمال الضفة الغربية، بمعنى أن هذا الحاجز ينكل بالفلسطيني مهما على شأنه ومهما كان ذاهبا، لا يفرق بين عائلة فلسطينية ولا حتى صحفي ولا أي شخص، لذلك عمليات التنكيل مستمرة. ولكن في طول كرم كما جرى في مخيم نور شمس وكما جرى أيضا في مخيم بلاطة وفي مخيم جنين، هناك سياسة واضحة بدأنا نلمسها على وجه التحديد في الاقتحامات. أولا عقوبات جماعية على كامل الفلسطينيين المتواجدين داخل المنطقة المستهدفة، بعد ذلك حملات اعتقال، تنكيل، ضرب، إهانة، شتم تتعدى ذلك حد، أيضا الاعتقال وزجه داخل مراكز التحقيق وإلى السجون، وتهديده بالقتل الواضح، وأيضا إطلاق الرصاص يعني بجانب الشاب الذي يراد أن يتم اعتقاله. بكل الأحوال نحن نرى بأن الضفة الغربية تحاول إسرائيل السيطرة بصورة كاملة على كل الأراضي الفلسطينية ما قبل شهر رمضان المبارك، وهي ربما تعرف بأن شهر رمضان المبارك له حساسية وخصوصية كبيرة جدا عند الفلسطينيين الذين يريدون أداء الصلوات، وأيضا التقارير الاستخباراتية التي تتحدث بشكل دائم الأمنية الإسرائيلية تتحدث بأن هناك
مجموعات فلسطينية تنوي تنفيذ عمليات مختلفة في أماكن مختلفة من الضفة الغربية أو داخل مدينة القدس أو حتى داخل المناطق داخل أراضي عام 48. لذلك نلحظ بأنه ربما سيكون هذا العام أيضا ليس بقدر السوء ولكن سيكون أسوأ لربما حسب تقديرات كثير من المراقبين، تحديدا عندما يلجأ الفلسطينيون أو يريد الفلسطينيون الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك هذا اليوم أيضا وعلى مدار الأسبوع لم تتوقف اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا الصباح سجل عشرات المستوطنين برفقة 50 عنصر من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى المسجد الأقصى المبارك ونفذ المستوطنون عمليات اقتحام، ومن ثم يعني تم إغلاق باب المغاربة أو الباب الذي يؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.